تكبير تكبير كمان مرة. طب يلا نسمع منكم كده لوحدكم من غير الشيخ محمد تكبيرات العيد. كل سنة وانتم طيبين اولا، يعني لسه بدري. حضرتك محتاج حاجة؟ عليكم السلام. لينا الشرف. طب حيوهم. تعالى مصطفى. طبعا بنشكر اهالي الطالب مصطفى احمد مصطفى عبد العال، حيوهم. هم يعني جابوا لنا هديه هي غاليه علينا جدا يعني، فربنا يبارك فيهم ويحفظهم. لينا الشرف. الاول تعال نتصور وبعد كده حضرتك تصور معانا. حضرتك تعال يا مصطفى. يلا اتفضل دكتور محمد. نشكرهم شكرا جزيلا. وحضرتك شوف عايز تقول ايه، يعني لينا الشرف بكلمه حضرتك. يعني بس يعني نشكر حضراتكم جميعا وجزاكم الله خيرا باسم جميع اولياء الامور اللي شرفونا النهارده وحضروا الدوره دي جميعا، وجزاهم الله خيرا على السعي هذا. ونشكركم جميعا على المجهود اللي انتم بذلتوه في هذا الشهر الكريم بصراحه يعني. وادعو الله عز وجل ان يبارك في الدكتور عبد الفتاح الطاروتي واهل بيته واهل هذه القريه الكريمه فعلا الراحه النفسيه فيها. وادعو الله عز وجل ان يجعل اهلها من اهل الخير والبركه. وادعو ربنا سبحانه وتعالى ان يجمعنا في جنته يوم نلقاه سبحانه وتعالى، وان يكون هؤلاء الاطفال يعني من مش هنقول اطفال انهم رجال فعلا بالقران، وربنا يعزهم بالقران ويعزنا جميعا بالقران. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وكل عام وانتم طيبين بامر الله تعالى. نشكركم على الهديه، وبنشكركم على الحضور، وبنشكركم على الكلام الحلو، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم جميعا. مش تحت امرك، تحت امرك حضرتك شرفتنا. لا على دماغك شرفتنا. احنا طبعا رحبنا بكل الناس ورحبنا بالاهالي ورحبنا بالطلبه، بس انا عايز ارحب ترحيب خاص جدا 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 بعروستين معايا. حيوا معايا كارما واصيل محمد عبد الوهاب، حيوهم اكتر، عمال اطلبهم طول الدوره.
كمان تحية لكرمة وأصيل. طب حور ونور، كرمة وأصيل كذبوا. إيه؟ كرمة عايزاني؟ وأنا كمان عايزة مع خطيبتي. جنة بنتي تقول لي صاحبتك إزاي ولا خطيبتك إزاي؟ ربنا يستر. مامتها هنا برضو والله، بس يعني فأغشيناهم فهم لا يبصرون، إن شاء الله ولا يسمعون. إحنا مسيطرين قوي، بس بره البيت بس. لا أنا بايت مش هبايت، أنا بايت هنا أصلا. قبل ما نسلم الإجازات، فالدكتور محمد له كلمة بس عايز يقولها، وبعد ما نسلم ونخلص إحنا برضو قاعدين. أنتوا عارفين إحنا بنختم دايما يومنا بإيه؟ بس صح صح. فاحنا مش هنمشي الا لما يعني ما نصلي على سيدنا النبي ان شاء الله. نسمع دلوقتي كلمه الدكتور محمد الدسوقي كحيله. عايز اسمع تحيه له. ما عجبتنيش التحيه دي. لا مش لا لا مش هيقول كلمه. لا 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 عايز اسمع تحيه. طب سمعوني تكبير كمان مرة بقى. تستاهلوا ان انتوا تسمعوا استاذنا الدكتور محمد كحيلة، فليتفضل مشكور. الحمد لله. خلص مش هطول عليكم، دقيقة واحدة بس. مين هسأل سؤال اهو، مين اللي شاف المأذون بيجوز عريس وعروسة؟ بتشوفوها؟ بيقول ايه طيب؟ بيقول ايه؟ بيقول ده الدعاء مش هو بيقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، صح؟ ده الدعاء. بس هو بيقول لأبو العروسة زوجني ابنتك، فهو أبو العروسة بيقول له قبلت، صح؟ بيقول ايه؟ قبلت، مش بيقوله قبلت في الآخر؟ طيب انتوا عارفين الامام الجمزوري لما عمل الابيات دي اجاز فيها الطلاب. اجاز فيها مين؟ يعني ايه اجاز فيها الطلاب؟ يعني ايه يا شباب اجاز فيها الطلاب؟ يعني قال لهم اجازتكم. فاكرين العريس لما بيقول لابو العروسه زوجني ابنتك فبيقول له قبلت؟ فهو أجاز الطلاب بهذا الشكل، قال لهم أنا أجازتكوا إن أنتوا تنقلوا عني هذا المتن، بس بشرط لابد يكون حافظين المتن، وأنتوا علشان حفظتوا المتن وعندكم جهد ما شاء الله، وكمان حضرتوا معايا الشرح كامل وشرحتوا معايا كمان، فأنا هقول لكم دلوقتي زي ما العريس كان بيقول لأبو العروسة. أنا لما أقول لكم الكلمة دي تقولوا قبلنا، تقولوا إيه؟ بس أنا مش هتجوزكوا، هجزكوا. أنا هتجوزكوا ولا جزكوا؟ هجزكوا. اتفقنا؟ يبقى أنا هقول إيه؟ هقول صيغة كده، وإنتوا أول لما أقولوا الصيغة واسكت تقولوا مين؟ قبلنا. نقولوا مين؟ اقول هقول اهو الصيغه اهو بقى، بس اول ما خلص هتقولوا ايه؟ ها؟ لا ما سمعتش، هتقولوا ايه؟ بس كده. بس طبعا مش الكل بقى عشان ما حدش يزعل. خلاص. اقول ولله الحمد العبد الفقير محمد الدسوقي امين كحيله، لقد استخرت الله تبارك وتعالى وقد حضر لي هؤلاء الطلاب، وقد استظهروا متن تحفة الأطفال وحضروا معي الشرح كاملا، فاستخرت الله تبارك وتعالى في إجازة بعضهم، وأقول أجزت من أعطيه الإجازة بذلك. قولوا قبلنا. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. يلا نجهز الإجازات. احنا بس في كام فرد اللي سنهم صغير ان شاء الله مش هينفع، وطبعا جنة اولهم
وزي أواب وزي ياسر، الناس اللي هي سنها أصغر من الـ من الـ من الأهلية الطبيعية للإجازة، فدي إيه هنأجلها إن شاء الله. يلا نبدأ بالابن الحبيب إسلام محمد البكري سليم. عايز تحية بقى أعلى أعلى، دي آخر حاجة وهنمشي. عمار أحمد متولي محمد. السيد عزة السيد راشد. مدثر أشرف مصطفى حافظ. أنا مش سامع ليه تحية. أحمد محمد محمد تاج الدين. ممكن نسمع ممكن نسمع نائل السيد عبد المجيد السيد. مصطفى أحمد مصطفى عبد العال. أنا مش سامع تحية ليه؟ مفيش غدا كده. طب لو سمعت تحية حلوة هنتغدى كده. آخركم معايا العصير. عبد الرحمن تامر محمد زهران. البراء إبراهيم أحمد عبد الغني. فين براء؟ تعالى يا براء. حمزة جودة محمد جودة. عبد الحميد أشرف عبد الحميد نجم. أحمد محمد أبو طرية الغنيمي. محمد نزيه حسن مصلحي. عبد الرحمن أحمد محمد أحمد عبد العزيز. عايز أسمع التحية يا شباب للي بعد كده، مع إن اللي جاية مش قوي بس برضه أسمع التحية. خنجر سيف أحمد محمود فرماوي. عبد الله عبد الخالق صالح عبد الهادي. حي العلم والجسم. زياد محمود محمد أحمد سليم. حيو حيو حيو. رضا أحمد البسيوني أحمد السيد. حيو يا شباب حيو يا شباب، مش عايز حد قاعد ما بيحييش. سكون. حيو يا شباب، عايز اسمع تحية. احمد محمود محمد احمد سليم.
عبد الرحمن عدلي لطفي عدلي. حيوا حيوا، مش سامع، مش هسلمها، هقف عند كده. حيوا عبد الرحمن. محمد وليد السيد احمد. حيوا. انتوا تعبتوا جعتوا صح؟ جعتوا؟ مين جاع؟ طب اللي هيحيي عبد الرحمن، اللي هيحيي محمد وليد هاكله. حيوا محمد وليد. الإجازة الغالية قوي، ابننا الغالي الحبيب، ابن الغاليين كلهم والله، عبد الله محمد علي الطاروطي. حيوا عبد الله. كمان تحية لعبد الله، كمان تحية تالتة لعبد الله، لسه بدري على رقم 20. تحية الرابعة. لا كفاية كده، انت خلصت بسكوت يجيب 100 جنيه. يلا حيوا عبد الله. حيوا معايا محمد احمد، محمد احمد عبد العزيز. حيوا معايا احمد صلاح فتحي عطيه. يوسف محمد منصور عبد السميع. حيوا يا شباب. ابراهيم محمد رمضان محمد. الصوت فين فين؟ طب يمكن يجي حيوا كمان مره عشان يجي بسرعه. يلا حيوا حيوا. اضحك اضحك. طب حيوه عشان يضحك تاني. محمد اشرف محمد محمود عبد المنعم. لا عايز تحيه كبيره لمحمد عشان انا بعزه شويه. ياسين محمود محمد احمد الملاح. يوسف إيهاب محمد يوسف. حيوا يا شباب. نروح بقى للبنات. ممكن نسمع يا شباب يا بنات؟ صوت صوت صوت. يلا يلا يا شباب، عايز اسمع التحية. لا لسه ما سمعتش، عايز اسمع التحية. حيوني. طب اشوفكم بتعزوا اللي هتتكرم ولا لا. ده الكبيرة العقلة مريم ايمن محمد عبد الرحمن. حيوا مريم. فاطمة احمد محمد احمد عبد العزيز. ايه ده؟ انت خدتي بالك؟ ماشي. يلا يا جنة اقعدي مكانك، اجري. نور صبري محمد عبد الفتاح. حيوا نور. تصور تصور. ندى محمد عبد الحكيم الزملي. حيوا معايا اتنين نور محمد عبد الوهاب. نوران محمد عبد الوهاب محمد. حيوا نوران. على فكره نوران لو ما سمعتش التحيه مش هتطلع. لسه ما سمعتش. يلا حيوا نوران تاني. يلا شاطره.
يلا بص بص يضحك. حيوا حيوا مش سامع تحية ليه؟ حيوا معايا حور محمد عبد الوهاب محمد. حيوا حيوا حور حيوا حور. لمياء سامح عمر محمود. حيوا يا شباب حيوا عشان خاطر الشيخ محمد عبد الكريم. حيوا حيوا لو حيوا لولو. ما سمعتش تحية لمياء. ما تحبوش الشيخ محمد كده. كله سقف ما عدا عبد الله الطروطي يا شيخ محمد. عبد الله قوم اقف. عبد الله الطروطي قوم اقف. سقف لوحدك. سقف لوحدك. طب سقفوا كلكم لمياء تاني. يلا حيوا أميرة أشرف عبد الحميد إبراهيم. حيوا. فاكرين أمل اللي صورناها مع جنة؟ هي أخت أميرة وعبد الحميد. حيوه. إسراء صلاح فتحي عطية. حيوا إسراء. فاضل معانا نوران. اتنين نور. نبدأ بنور أيمن محمد عبد الرحمن. حيوا نور. ختامه مسك بالغالية بنت الغاليين اللي سايبة التكريم ومش عايزة تقوم وقاعدة بتصور نفسها وهي بيتنادى عليها فمش هنادي عليها لما تقفل التليفون وتيجي. بنتنا الغالية بنت الغاليين آخر واحدة هنختم بيها. وزي ما احنا في مكاننا يا شباب نور عزة السيد محمد علي راشد. حيوا نور. يا شباب يا شباب كالعادة ممكن كل يقعد مكانه. ممكن كل يقعد مكانه. يا يوسف يلا مكاننا. عايز اقول لكم حاجة. كل واحد اخد شهادة. كل واحد اخد شهادة. بعد ما نخلص اكل واللي بيسمع الكلام هديله الشنطة بتاعتها عشان يحطها فيها. اتفقنا كده؟ بس نلتزم. ما خدتهاش. لا استنى. لا لا اتنست اتنست اتنست. معلش معلش يا دكتور. حي ده انا عايز بقى 10 تسقيفات لمحمد محمد البكري سليم. حيوا محمد قوي. لا ما سمعتش ما سمعتش. استنى استنى. لا كمان كمان صورتين كمان صورتين. حيوا محمد كمان مرة. طيب احنا فاضل لنا حاجتين اتنين بس. فاضل لنا حاجتين اتنين. فاضل لنا الختام اللي بنختمه على طول وفاضل لنا ان احنا هنتغدى. تمام؟ فمع الشيخ محمد يلا احنا بنختم ايه؟ اللهم صل افضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا.
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين جميعا، نورتونا وشرفتونا والله. شرفتونا ونورتونا واسعدتونا. استنوا طيب ناخد ايه ده ليا الشرف. انا طول يا شباب يلا كلنا هنتغدى. اللي مفيش حد من باباه ومامته مش موجودين يقعد براحته، محدش يتحرك. لو حد باباه ومامته مش موجودين محدش يتحرك، ناكل ومحدش يمشي برضه لما يستأذن مني عشان يسلم عليا.